السلام عليكم. احنا من الناس اللي تقصوا بهذه المبادره اللي سبسدنا الله ينصرو. احنا هما المرشدين السياحيين غير مرخص لهم اللي تقدمنا للانتخابات تاع 2018 وما نجحناش، عاود جات هذه المبادره اللي كنا ننتظروها بفارغ الصبر، واحنا تقصينا منها بهذا الوجه هكا. ماشي عادل، ماشي منصف لهاد الناس ما تاع عندهم اي شغل من غير مهنه الارشاد السياح. انا تنزول هذه المهنه لمده تفوق 43 سنه اللي تعرفوني جميع الناس سواء ارباب المهنه تاع التجار وتاع سائقين للعربات، تاكسيات، جميع الناس اللي عندهم العلاقه بالسياحه تعرفوا هذا الوجه بما فيهم الفرقه السياحيه. وكنا تنتمنوا هذه المبادره اللي احنا عندنا وليداتنا وعندنا المسائل تاعتنا باش نعيشوا هي السياحه. علاش بغينا نتقصاو من هذه المهنه؟ وتنطلبوا من الناس المسؤولين يشوفوا من حالنا ويشوفوا من حال هاد الناس، راه عينا وتقهرنا بهذا الشيء. وتنطلبوا منكم راه الا ما مشينا لهاد السياحه راه ما عندنا باش نعيشوا. انا من هذا المنبر تناش صاحب الجلاله محمد الساس الله ينصره والله يشافيه والله يشافيه. انا من المرشدين اللي تنمارس هذه المهنه 43 عام وتنهضر بخمسات اللغات، وعندي ربعات الاولاد عندي في سن التندروس. وهاد المسؤولين هادو اللي جاو وقالوا بيحاربوا الفساد وزادوا في الفساد ديال البلاد. احنا اللي سموناه باطفال الشوارع وما عطاونا الوقت وبالمدمنين وسبونا، احنا عند الله تنسواو شي حاجه، احنا عند الله تنسواو. وانا دابا تنخاطب جلالة الملك وكاتبة الدولة في السياحة، السيدة اللي صيفتها الملك توحد شي في البرنامج ديال هاد المرشدين المحرومين. احنا محرومين، احنا حرمونا هاد الدولة، هادي حرمتنا، حرمتنا من حقنا، حرمتنا من حقنا، وضيعتنا ولادنا، وضيعت لنا ولادنا، وضيعتنا. احنا هما الفقير، احنا هما احنا داك الضعيف فينا مدوز 300 شتاع السياحة نتاع الاعتقال، وحنا راه ما تنتسناوش واحد يعطينا هاد الحق، تنتسناو الملك والملك ومحمد الساس والله ينصرك والله يشافيك. انزل شوف مع هاد المساكين، انزل شوف معنا، راه الله. حنا اللي تيهمنا هاد الامر وسيدنا الله ينصرو تنشدوه من مدينة مراكش باش ينصف هاد الناس ويقبض لهم حقهم، لان كل شيء فاسد. هاد المبادره خرجت بحال 2018 تنتفاجئوا كنا تقصينا وتيقصيو المساكين. علاش؟ واش ما كاين مسؤولين؟ واش ما كاينش شي لجنه كبيره يتحقق مع هاد الناس هادو؟ واش ما كاينش اللي قبضنا حقنا من غير الله تعالى؟ واش هاد الدوله باقي غاديه في الفساد؟ وعلاش حنا ما يجيو هاد الناس يقلبوا عنا في ديورنا ويشوفوا حالتنا؟ وحنا راه من المرشدين الحرايفيه المهنيين، حنا 43 سنة وحنا تنمارسو هادشي، وطبنا بالاعتقالات، ودابا تنشدو الملك وتنشدو السيدة كاتبة الدولة في السياحة ووزير الداخلية اللي عطاهم سيدنا المبادرة وجابوها للبرلمان، تنشدوهم وتنطلبو سيادتهم باش يشوفوا محلنا ويعاودوا يندمجوا هاد الفوق اللي ما عيطوا لهمش. السلام عليكم ورحمة الله. هاد الناس هادو كنعرفوهم كمان مرشدين خدامين في السوق هنا في المدينه، الجامع فينا كنعرفهم من قديم، كلهم القليل فيهم عنده 20 سنه ديال الحرفه. كنشوفوهم مضرورين المساكن ما عيطوش لهم على الامتحانات، امتحانات ديال الكيد ديال باش يدوزوا البلاكه ديال الكيد، بقى فينا الحال بزاف. ومنتو انا دفعت اكثر من 15 سنه وانا هنا في السوق، دفعت لهذا الامتحان هذا ديال الكيد السياحي، وعندي ديبلوم انترناسيونالي ديال اللونغ ايطاليانيه، وقريت 22 سنه في الطاليان وما قبلوناش. وسمعت بان كانسان الناس واحد الفئه ديال الناس عندهم البازارات وخدامين وبموالهم وبخير عليهم، شدوا دفعوا ليزام وقبلوا عليهم. هاد الناس كلهم مضرورين، حنا كنعرفوهم وكنشوفهم يوميا وكنشوفهم في السوق كيخدموا، كلهم مضرورين. حنا كنطالبوا يتدار التحقيق على هاد القضيه هادو ديال كيفاش خرجوا هاد البلايك وكيفاش داروا، كيفاش، لانه حنا قرينا في السيت كيفاش تقصاو هاد الناس هادو، علاش تقصاو. فحنا قرينا في السيت بانك كنقلبوا على الناس فقط اللي ماشي سبيسياليزي ياك. هاد المره البلاكه كانوا كيقلبوا يعطيوها للمرشدين اللي ما قارينش بالعربيه، اللي ما قارينش المرشد اللي ما قارينش، بغينا نفهموا كيفاش هاد الناس هادو ما وصلوش ياخذوا البلاكه ديالهم وتقصاو وهما سنين هما هنا في السوق. انا كنطلبوا بالتحقيق على هاد القضيه وعلى المشكل اللي تبناد ونشوفوا شنو هو هادشي، واش كاين من وراء هادشي ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش
ابوناو في 20 فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.